لا تنضم معنا في الاستوديو رائدة الأعمال ربا الحربية. أهلا وسهلا، حياك الله ونخوك. أهلا، الله يحييك. هلا. يعني لما نتحدث عن وجبة الغداء خصوصا بالنسبة للموظفين الوقت هذا عادة أكثر وجبة يصعب تحضيرها، وبالتالي يأتي تطبيق أنه يجيب لهم الوجبة إلى مكانهم. أكيد فكرة ذكية وأيضا سدت حاجة، ويمكن منطقيا بالنسبة للمتابعين يعتقد أنه هذا هو السبب الرئيسي لنجاح المشروع. أنا برجع لك للبداية، لبداية المشروع، كيف فكرتي فيه وكيف بدأتي أيضا بالعمل به؟ طيب، أول شيء أنا كنت موظفة عادية، فكنت أعاني من مشكلة فترة الغداء عندنا في الدوام. يعني مثلا قصر الوقت، ما عندي وقت أنه يعني زي ما تقول أنه أكون مرة مشغولة في الدوام. فوجدنا حل لهذه المشكلة أنه إحنا نجدول الأكل. هذا أول شيء. ثاني شيء، خلاص تشترك أسبوع أو شهر يكون متجدول الأكل، ونفس المندوب يجيك كل يوم. وهي كانت الفكرة في وقت كان الأكل الصحي ترند، وكان التكنولوجي تقريبا بدأنا ب 2017، فكان التكنولوجي في عز الذروة، ففكرنا بهذه الفكرة. يعني شكل التطبيق أنتوا قعدتوا تطرحينه كأفكار. إيه، إلى الآن أنت قاعدة تتخيلين أنه كيف ممكن يكون. أي طبعاً بدأنا كفكرة. بدأتي من اللي كان معك يوم بدأتي؟ معي 4 شركاء. أي فكان يعني كان الموضوع بديناه بشكل مبسط. هو لازم لما تبدأ أي بزنس تبدأ بشكل تجريبي، تجرب على شريحة معينة من الناس، تشوف هل ينجح معك أو لا. مرحلة الأخطاء. أي مرحلة التجارب كمان. فبدأنا فيه يعني زي ما تقول اللي طبعا واجهنا صعوبات في البداية، ان احنا كيف نقنع المطعم بنظام تشغيل جديد، ان احنا راح ناخذ منك خلال ساعتين كمية من الوجبات وبسعر يكون ارخص. وكيف انت تقنع العميل مو كيف تقنعه، كيف انك انت يعتمد عليك لمدة اسبوع او شهر انك انت توصل له الوجبات. فهذا كان صعوبة شوي في البداية. فالحمد لله يعني من 5 وجبات في اليوم لين 8000 وجبة في اليوم وصلتوا. خلال هالرحلة من 5 وجبات إلى 8000 وجبة، ما شاء الله تبارك الله. يمكن تطبيقكم أيضا شهير، يعني وصول الناس التطبيق اللي يجيب الغداء وقت العمل. التسويق كيف سوقتوه لأنه والله يصل للناس بهالشكل الكبير في هالفترة القصيرة؟ التسويق لما أنت تكون فكرتك صح ما تحتاج لها تسويق في البداية. يعني يكون زي ما تقول word of mouth. يعني في الدوام مثلا دخل أحد معاه الكيس، أو أنت مشترك وين، إيش هذا، فيقوم يمدح. فخلاص كذا بدأت تنتشر الفكرة في البداية. شوي شوي طبعا لما توسعنا ما شاء الله، يعني ما حطيتوا ميزانية للتسويق في البداية؟ لا، ما شاء الله تبارك الله. وهالمشروع يعني حجم اليوم الناس تتصور انه كل المشاريع المتعلقه بتطبيقات التوصيل خلاص صار الموضوع راس مال ضخم وشركات كبيره ما نقدر ننافسها. انتم كيف كان وضعكم الائتماني وقتها في البدايه؟ لا ابدا، بدينا بجوجل فارم انه يعبون العملاء. اي وبعدين لما لقينا في تجاوب من العملاء بدينا بابلكيشن اشتريناه جاهز من السوق. كان سعره تقريبا $200، يعني 700 ريال. فبدانا فيه شوي شوي لين ما طورنا. ما شاء الله، يعني راس المال في البدايه كان حول 700 ريال تقريبا. ما شاء الله. بسالك يعني استاذ ربا، عشان بربط بين الاستثمار وايضا الوظيفه، وش كان تخصصك في الوظيفه؟ انا دارسه اداره اعمال. بس تخصص تامين. هذا اللي كان عملك الوظيفي طبعا، لكن تخصص إدارة الأعمال، ما شاء الله أثبتي جودتك في التخصص من خلال هالمشروع. خلينا نتكلم على التوسع اليوم. هالابلكيشن أكيد إنه في البداية 5 عملاء كنتم يعني في منطقة واحدة أو مكان قريب، الآن مع 8000 لا تعددت المناطق. كيف كانت خطة التوسع؟ اي لا، أول شيء كان يعني كنا مركزين على الرياض. خطة التوسع كنا حاطين بلانز معينة، يعني كنا حاطين صحي بس ما كان الا مطاعم صحيه معانا. بس احنا يعني اللي نجحنا كمان في البزنس مره نسمع الكلام العملاء، يعني نشوف هم ايش حابين، نعمل سيرفي، نسال ايش رايكم، ايش حابين. يعني انت عشان تنجح في البزنس لازم تعرف سلوك الموظف او لازم تعرف سلوك العميل. ف
فكنا دائما نسالهم ايش اللي حابين يكون متواجد، فاغلبهم كانوا يقولون ما نبغى بس صحي، لا انتم صحي ما نبيكم، ما نبي نشترك معكم، يعني يبون حل لمشكله وجبه الغداء بس ما تكون صحيه. فبدينا ندخل مطاعم زي ما تقول هي الوجبات السريعه، فبدينا في توسع. اول شيء ان احنا نسوي بلانز، وبعد كذا رحنا لمناطق المملكه، عندنا في منطقة الشرقية ومنطقة في جدة في منطقة الغربية، وبإذن الله التوسع راح يكون مستقبليا في مناطق أخرى يعني في الخليج. نعم. وبس لسه قاعدين تفكرونكم تطلعون من من طبعا خارج المملكة العربية السعودية. طبعا ما شاء الله تبارك الله. اليوم القفزات والنجاح، طبعا التطبيق ديلي ميلز لازم نقول اسمه، يعني لما تحدث عن هالنجاح من 700 ريال اليوم حجم التطبيق ما شاء الله 8000 مشترك، يمكن المتخصصين بالتطبيقات يعرفون كم بتقدر الان قيمته السوقيه مع عدد المشتركين وايضا عدد اللي يحملون التطبيق. طيب خلينا نروح للمعوقات التحديات، لانه انا ابغى هالرساله اليوم لكل الشباب اللي حابين يبدون مشاريعهم في خصوصا في التطبيقات، لانه احيانا بعضهم يقول لك لا، لما يشوف الشركات الكبيره تدخل فيها يقول فرصي مش موجوده يعني. ابغاك تحكين ايش ابرز الامور اللي ممكن تواجه الشخص في مشروعه وكيف يتغلب عليها، ايضا خصوصا انه اللي افهم ان مشروعكم كان حجم العمل اكبر من حجم الاموال اللي انفقتوا عليها. تفضلي. طيب احنا في البدايه يعني اكيد واجهتنا مشاكل كثيره، بس المشاكل كلها لها حل، ما في مشكله ما لها حل. يعني مثلا من ابرز المشاكل اللي واجهتنا في كوفيد 19 في الكورونا، فطبعا احنا نوصل للموظفين في الدوامات، فصار ما في دوامات، فعلى طول انشانا فكره انه احنا نوصل للبيوت، فلقيناها نجحت الفكره وكملناها، يعني صرنا نوصل للدوامات وللبيوت ما شاء الله. اي هذه من اكثر العقبات اللي واجهتنا. جيد، اذا دائما الواحد يكون مستعد للتحدي. أيه. طيب الرسائل في الاستثمار، ابغى رسائل عامه ممكن توجهينا من خلال هالتجربه وهالنجاح. أيه. الاستثمار طبعا لا يعني لا تستعجلوا فيه، يكون على فترات ويكون تبداون شوي شوي افضل. الله يوفقكم اخوك، فخورين بهالتجربه وكل الشباب السعوديين من رواد ورائدات الاعمال اللي يبدون بفكره يعني نوعيه وبالتالي يحققون هالنجاحات. نفخر بكم ونقول السوق دائما محتاج هالنوعيه من الافكار وهالنوعيه من الطاقات. شكرا جزيلا لك. عفو. رائده الاعمال ربا الحرب، يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا.